السلام عليكم خوتي نازيه لقادير. اليوم السبت 23 مارس 2019. كتشوفوا مورايا هاد الشجره ديال الزيتون غادي بها تراكس، وكاين مورايا العشرات ديال الشجر ديال الزيتون اللي كانوا بخرجه ديال اكادير بحال غادي للمرجان، كلشي قطعوهم. والجهه الاخرى كاين عاوتاني بزاف ديال الشجره، هو تما فين جا تراكس والترونسونوز خدامه كتقطع هادشي كله. ما كاينش شي بانو دو سينياليزاسيون هنايا اللي كيقول علاش هاد الاشغال كاينه، علاش كنقلعوا هاد الشجر. هذا شجر الزيتون كانت شي حاجه زوينه للمدينه، وحاجه اخرى بانه الملايين ديال الدراهم اللي كانوا في عهد القباج وقبل من القباج هادشي تزرع هنايا، ملايين الدراهم هاد المارشي كان عطى اللي تعطى باش تصاوب هادشي. اليوم كلشي هادشي كيتقلع، ولكن حتى شي واحد ما كيقول علاش، فين غادي هادشي، علاش كيقطعوه بالترونسونوز، علاش شي حاجه ديال الشجر غاديين بها الجوايع اخرى، واش الطريقه توسع، واش المهم شنو اللي كاين، علاش ما كيتمش اشراك الساكنه في هاد لي زينيساتيف اللي كيتخادو بحال هكا. هادو اشجار، كاين هما الجمعيات ديال البيئه ديال اللي كيناضلوا من اجل البيئه في اكادير. كتعرفوا هاد الشجر ديال النخل اللي زرعوه هنا، لان ما كي هذا الشجر المنظر ديالو نقدروا نقولوا زوين، ولكن ديال الكساله، لانه ما كيحتاج لا اونتروتيان لا حتى حاجه، كتزرعها كتخليها تما وكتجي مره تنقيها وتزيد مع الطريقه. لو شجر الزيتون ولا شجر الليمون اللي كاين في ليزاميكال ولا في لا غو دي زورونجي كيحتاجوا واحد لونتروتيان، وحنايا ما عندناش مع لونتروتيان، ما عندناش مع الصيانه ديال هاد الشجر، ونقادو تكون عندنا ديك الثقافه ديال الورود، الثقافه ديال الاشجار ما عندناش. الله يصاوب لينا، ولكن هذه جريمة ترتكب اليوم. هانتوما كتشوفوا مورايا كلشي تقلع، وبغيت انا غير نعرف علاش ما كيديروش ان بانو سينياليزاسيون ويقولوا ويخبروا الساكنة راه غنحيدوا الشجرة. ما كنديروش على عشرة ديال الاشجار، حنا ماشي بهايم حاشاكم، حنا بنادم ساكنة كتصوت كتخلص الضرائب. ملي كنبغيو نحيدوا الشجرة وحدة كنقولوا علاش، اما ملي كنرتكبوا هذه الجريمه وهذه المجزره البيئيه، ماشي غير خصها اجتماع وخصها هادشي تخبر الساكنه والاعلام من دوا صحفيه. ما يمكنش هاد الحقره كيفاش كتحقر الساكنه ديال اكادير ولا الانسان المغربي كاع عموما، ما يمكنش. حشومه، الله يصوب، الله يهدي هاد المسؤولين المنتخبون اللي بغينا. المهم اللي عرفنا بعدا بانه هاد الناس ديال هاد الشركه ديال اكادير باي، هادشي من عند الناس اللي كيحيدوا الشجر. قال لك شركه اكادير باي هي اللي كلفتهم باش يقطعوا هادشي كله. شوفوا الشجره في عمرها العشرات ديال السنين، لا ترونسونوز كتقطع، وغنبيعوه للفران باش يطيبوا ولا شي حمام يسخن به. حشومة، السيد رئيس المجلس البلدي، هادشي اللي كدير عيب وعار، غتحاسب، إلا ما تحاسبتيش هنا غتحاسب مع الله، لأن أنت اللي رخصتي لهاد المجزرة هادي البيئية. المهم غادي نضربو، ما غاديش نسكتو، وإن شاء الله غادي يكون خير، غنبقاو متفائلين. شتو من هادشي كله، والله إلا غنبقاو متفائلين، لأن غادي نربحوكم وغنزيدوا بالمدينه ديالنا لقدام، وغنعاودوا نغرسوا هاد الاشجار، وغادي نعاودوا نقادوا هاد الدنيا هادي اللي فسدتوها وبعتوها، وغدا قدام الله نتوما غتحاسبوا، وغادي نربحوا. وكنقولها لسكان اكادير، غادي نربحوا، غير نبقاو متفائلين ونديروا نكونوا مواطنين، وغادي نربحوا هاد الناس هادو بالعزيمه ديالنا بالخدمه ديالنا. هاد المعلومه كتعرفوا بان القانون المغربي كيقول لك كل شجره قطعتيها كتخلص عليها واحد الغرامه ديال 6000 درهم. دونك هاد الشركه اللي امرات باش تحيد هاد الشجر كله، شحال الغرامه اللي خصها تخلص، وشنا هو باش غتصلح هادشي البيئه في اكادير كيفاش؟ هذا سؤال بغيناهم يجاوبونا.